فلسطين والواقع العربي. تغيير الأوضاع العربية والأنظمة العربية هو الطريق لتحرير فلسطين. الإسلام السياسي والسلطة. نعمل لإقامة دولة إسلامية في العراق وفي العالم. القومية والعروبة الضائعة. إذا كانت العروبة جسم وروح الإسلام، نحن ما بدنا عروبة. خفايا البدايات إلى أين انتهت؟ أنا بشعر أني يعني حسن البنا لو عاد الآن للحياة هيتصل من إخوان المسلمين. تحالفات وصراعات. وحزب الأمة إلى الآن لم يشارك في أي حكومة دكتاتورية. من الخلافة إلى الجمهورية. نحن ما لنا مشكلة مع شخصية أتاتورك لولا يقدس. نناقش النصوص التأسيسية للتيارات والأحزاب في مآلات النص قريباً في رمضان على تلفزيون سوريا.